تواصل انخفاض سعر الدينار الليبي وارتفاع في سعر الذهب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الاقتصادية، نستعرض فيها كالعادة أسعار العملات وأسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية لهذا اليوم، وغالبا ما نركز على السوق الليبية الموازية، لا نركز على أسعار المصرف، ما يهمنا السعر الموازي لأن المصرف لا يغني ولا يسمن من جوع هذه الأيام. إلى أسعار العملات والتي ارتفع فيها سعر الدولار لهذا اليوم إلى 9 دنانير و150 درهم، بينما ينخفض سعر اليورو إلى 10 دنانير و220 درهم بفارق 10 قروش تحديدا. الجنيه الاسترليني يحافظ على سعره كيوم أمس ب 11 دينار و700 درهم. الدينار التونسي لا يحافظ على سعره، الدائرة الرمادية خذلتنا هذه الليلة، وإنما يرتفع إلى 3 دينار و450 درهم. إلى أسعار الذهب والمعادن الثمينة، منها الفضة التي تحافظ على سعرها كليلة البارحة ب 3 دينار ونصف. الذهب عيار 18 ب 276 دينار بعد أن كان ليلة البارحة ب 264 دينار. الذهب عيار 21 ب 314 دينار. الذهب عيار 24 يرتفع إلى 364 دينار. إلى أسعار المواد الغذائية والتي تجاوزت الشهر وقاربت على 40 يوم بذات السعر الثبات ولم يختل سعرها نهائيا. الكسكسي ب3 دينار وربع، المكرونة ب3 دينار ونصف، الأرز ب3 دينار ونصف، زيت الذرة ب4 دينار إلا ربع. وهنا مكتوب أمامكم سعر نصف الكيلو للمكرونة، في حين أن سعر الكيلو الكامل 3 دينار ونصف، وهذا نصف السعر. إلى أسعار اللحوم تشهد ثبات إذا ما قرنت بيوم أمس. لحم الخروف ب35 دينار، الدائرة الرمادية. لحم البقر كذلك الدائرة الرمادية 29 دينار. لحم الإبل ب35 دينار. لحم الدجاج ب10 دينار ونصف، يرتفع بمقدار ربع دينار تقريبا، خذلتنا الدائرة الرمادية هنا أيضا. إلى أسعار الخضروات مشاهدينا الكرام، ونبدأها كالعادة بالبصل الذي يحافظ على سعره كيوم أمس وأول الأمس ب3 دينار. البطاطا ب2.5 دينار، الطماطم ب3 دينار، الخيار ب5 دينار. هذه هي أسعار اليوم مشاهدينا الكرام. إلى بقية الزملاء.